السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيد المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الثلاث الأولاد اللي ما عرفوش في المملكة المغربية، الخيرات تنوري والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيد المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد اهلا بكم. اليوم 7 في شهر 12 2021، هاد الخيرات نوريوها الاحباب تاعنا في المكان، وهذا الرجل هو اللي باش بدينا اليوم الثلاث هاد الولاد. يا ربي سهل عليه، يا ربي يجيب لنا وليه شي رزق والاحباب تاعنا من المشاهدين قناه الزيت والمرجان في المكان. شحال هاد الخيرات؟ راس الحب الراس شحال لسان والعقدة وهالخيرات تبارك الله. الحب الحرك مع شوية نجيب واللي بغاه وحده 1000 ريال. التمن الواقف باش تبيع هي وحده مزرد 1000 ريال. تبارك الله تحيد لي العظام كله تبارك الله. وهاد التقالية 400 ريال مع شوية بصير له. واللي بغاه وحده 30 درهم. بعتي الكبدة الجملة الجملة بعدها شحال؟ 100 درهم 100 درهم باش بعتوه العماير وهذاك الشيء بعتوه تا هو الجمال. والمخ شحال بعتوه؟ 30 درهم. 30 درهم كيما تش 30 درهم باش بعتوا المخ؟ اه مولفة 25 ولا تزاد بعتي الوكال ولا البقع وشري؟ الجمال تيجمل الكبدة والكرعين والمخاخ كيما تشوفوا هنا في الثلاث الولاد. وهذا الراجل يا ربي سهل عليه، يا ربي هذا الولد يا ربي عاونيه وعاوننا وعاون الجميع الاحباب تاعنا في المكان. كي تشوفوا الخيرات في الثلاث الولاد، كي تشوفوا هذا الرجل الخير تبارك الله تاع الكبده وتاع التقنيه وهالخيرات، وتنوروا الاحباب تاعنا المشاهدين قناه الزيت والمرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. تصوروا هاد الناس وهذا الرجل هو هاد الخيرات تبارك الله. شكون غادي يورينا الثمن واش انت ولا هذا؟ انا اللي غنوريك. يلا ورينا الحم الراس شحال؟ الحم الراس اخويا 700 درهم خلط. وحده؟ وحده 1000 ريال. واخا عندك كلام واعرس وما غاتنقصوش 100000 ريال؟ لا والو السلعه غاليه اخويا. وهاد التقليه بشحال؟ هذه كنبيعوها ب 400 600 بوحدها. هادشي 400 مخلطه. ياك 600 وحدها. هي هي تبارك الله حرفيه. حرفيه. وهاد الكبده؟ الكبده دايره 100 درهم جمله. 90 درهم. ودرك بشحال تبيعها هنا؟ كنبيعها ب 2200. 2000 مع الولسيس. 2000 مع الولسيس. انا عرفتو 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 كيما تشوفوا الخيرات عند الصديق تاعنا هذا الرقيب. هذا الرقيب وزيتوني. المهم انت ايه عرفتو عرفتو هذاك راه الله يهديه ما بغاش يمشي برك كاع قتلهم وباقي هو بغينا نبقى نشوفو كاع قتلهم وباقي هذا الراجل كاع قتل الجزيره بقى هو قتل فويدية. ايه قتل فويدية وقتل مولي اللحم وكل شيء قتلو. هذا هو الكبير في الفويدية. كل شيء. هذا عرفت. راجل معقب واحد. لا درواش درواش. راجل درواش الله يعمرها. قد بعتي الكرعين؟ بعت كرعين اخويا بعت جوج عماير ب 11 اها والمخاخ؟ 6000 وحده ب 5000. والمخاخ؟ المخاخ ب 600. والتطواحن بعتهم جمله؟ التطواحن بعناه ب 800. الواحد؟ الواحد. تبارك الله الله يسهل لك. حصلتك اليوم شحال الحم الراس؟ راس 700 ريال. شحال؟ 700 ودير العجل. 700 وتاع العجل؟ مخلط مخلط مخلط. وحده شحال؟ 1000 ريال. وهاد التقلية؟ التقلية 560 400 مخلطة. وحدها؟ وحده 600. تبيعها وحدها ب 600. نبيعها ب 600. ما فيها كذوب؟ لا نبيعها. مو حاج. بعتي الكبده جمله؟ كبده بعتها جمله. بشحال؟ 2000. 2000 هادشي باش. شويه ديال الغنم راه كيشوي حتى الغنم. ياك؟ كيشوي حتى الغنم لا كان شي حاجه مرحبا. مرحبا. وعندك نجيبوا لك بعضين ما تعرفش تشوي. جميع ما ياكل. تشوي؟ جبت الجمل مرحبا. واخا مرحبا. بشحال بعتوا المخاخ اليوم؟ 500 كنبيعوا بجمله موط واحد. بعتيه ب 500 ولا 600؟ 500. والعماير بشحال بعتهم؟ العماير غالي شويه 4000 5000. ياك؟ الله يسهل لك. هذاك ولدك؟ وعبد الحق. وراه تصور معك.
الله ينصرك السي معلم. الله يسر لك تاتا. مع اعتبارك صديقنا صديق هنا في الثلاث ولاد وتيكون انت في الحوانت وراجل مخير وراجل زين وشي حاجه نقيه وزينه كي تشوفوا معنا في الثلاث ولاد. هذا الرجل رجل مخير مرحبا بالجميع كما قال هذا الرجل الطيب كي تشوفوا هذا الخيرات تبارك الله. عرفت كيف بدا السي الزيتون؟ تبارك الله. بشحال بعتيها خويا؟ 2000 ريال جمله. 2000 ريال جمله. جمله. 100. بشحال كانت غتبيعوا مخلطه؟ الكبده مخلطه 80 درهم مع شويه ديال الولسيس من هنايا وطريف ديال البورو. 80 درهم. 80 درهم. وهذاك الشيء المخلط؟ الشيء المخلط 60 درهم. واخا ما عندي ما نسالك حيت رجل رجل راه ما عندي ما نسالو رجل معقول ورجل مخير كما تشوفوا معنا. مرحبا سي الزيت. وهاد التقليه بشحال باتيها؟ 20 درهم. مخلطه. مع شويه الريه وخويطات رقاق شويه ديال عارف شحيمه من هنا. هذا اللي كاين. شويه. اييه ما عندي ما نسالك واللي بغاها وحده. اللي بغاها وحده 30 درهم. 30 درهم تبارك الله كي داير هاد التقليه بالريه وبهذاك الشيء. الخير الخير. ما عندي ما نقول لا ما عندي ما نقول وهاد اللحم الراس لحد كل لسان والخير. 700 ريال الزيتون. 700 مخلط. مع شويه ديال المجبنه والبورو. واللي بغاه وحده شحال اخويا صديق؟ 50 درهم اخويا. وبشحال تقريبا بعتوا مخاخ؟ المخاخ اخويا بعدها ب 30 درهم. البقعة وش الريح؟ اه تجمال. ماشي الوكال. لا الوكال اش غادي تقول 25 اللي قلت شحال. فعلا كما قال هذا الصديق تيمشي للمدينة. صاحبنا اي تيمشي هذاك الشيء والعمر كي كان وعدكم اليوم؟ غاليين اخويا. والله الا غاليين. فايت الغلاق. فايت الكوارات حنا مزيود عندنا والله الا 10000 اللي في الفوال. ياك تتشكاو تتشكاو بلاتا هما مزيود عندهم الثمن في الفوادات 10000 ريال. 10000 ريال والله الا تقريبا شي 10000 ريال في الدواره. الدواره كما تشوفوا هذا الصديق رجل مخير هنايا كما تشوفوا يكون حتى في الحوانت في الثلاث ولاد. نحييه ونحييه كل مشاهد قناه الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن عيالات رجال بنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا فيما كنتم. وما تنسوش اي واحد شاف قناه زيتون المرجان يشارك معنا في القناه ويلحقوا كل جديد. اهلا بصديقنا كي داير بخير ناشط؟ نهار زين هذا الله يزيد بخير. ياك بخير تبارك الله الخيرات كي دايره تبارك الله خيرات مولانا عند حبابنا هنايا كي تشوفوا. اهلا بصاحبنا كي دايره سي؟ الله يبارك فيك ودي سي زيد. ناشط؟ عندكم شي غلا ولا غادي ديروه؟ كاين الغلا. ياك؟ الله ينزل البركه، بارك الله. هذا اللي كان هذا الراجل الطيب سمعتوا كيفاش تيقول هاد الدواره مع الحال برد ما تيكون الثمن شويه فيها. فعلا هاد الشيء تيعرفوا كل واحد. وبشحال بعتي لحم الراس اليوم؟ لحم الراس اخويا 700 ريال، قلت تعالى عندي سي 700. 700 مخلط. مخلط، واللي بغاه وحده؟ 50 درهم. وحده 50 درهم كي تشوفوا هنا في السوق الاسبوعي بثلاث الاولاد قليم سطات هاد الخيرات تنوريوها لاحبابنا وكل اللي تيقول لنا شحال واحد تيسالنا فين جا قليم سطات قرب الدار البيضاء الكبرى شحال واحد بحال هكا وهاد التقليه شحال بعتوها؟ قليه 20 درهم. 20 درهم باش بعتيها؟ مخلطه. واللي بغا وحده؟ وحده 35. كيلو 30 كلو عبارو كلو خدمتو اخويا زيتون كلو عبارو كلو خدمتو كيما قال هذا الرجل وهذيك الكبده شحال؟ 2400 الكبده والقلب واللي بغاها مخلطه؟ مخلطه على حساب التخلاط على حساب التخلاط هذا هو الرجل المعقول الثمن كينقص ما حدوه كنت يبغي التخليطه وكان تينقص الثمن كيما تنسمعوا هذا الرجل الله يسهل عليك يا صاد وبشحال تباعوا الكبده بالجمله؟ الكبده بالجمله تباعت ب 100 درهم 1900 درهم 1900 درهم والمخاخ بشحال تباعوا؟ 30 درهم وكي داروا لا صافي عرفت عرفت قول لي والكرعين كي كانوا؟ الكرعين كانوا اليوم ثمن خيالي يا خويا ثمن خيالي 6000 العماره 7000
تشوف كيفاش تيقول هذا الرجل الطيب والرجل الكلام المعقول. كان تمال خيالي على مولي الكرعين. الله يسهلك. مرحبا تبارك الله على السلم اختار هذا الرجل عنده الحانوت تاع اللحم والحانوت تاع التقليه ولحم الراس في المرشين فوق في ثلاث ولاد. رجل مخير ورجل زين والكرعين شتو باقي عندك انت واخا كاين الثمن. باقي الثمن طالبين على مكليال والكرعين. اه وي راه معروف هو باش معروف. ما لا حيت وصاك لازم تخلي بشحال هاد تقريبا تسوى هادي 300 درهم. تبارك الله تعجل غليظ وزينه كي تشوفوا معنا 300 درهم. وهاد اللحم الراس بشحال بعتيها سي مقطع؟ 40 درهم مخلط. لا بدا حشوه. واللي بغاه وحده 50 درهم. شحال؟ 50. ماشي مشكل هادشي اللي قالوا الدراري. وهاد التقليه 20 درهم مخلطه. وحدة 40 درهم. وهاد الكبدة بشحال؟ 20 درهم. الكبدة والقلب. واللي بغى شوية الورسيس والكبدة. على حساب اللي بغى وصال. 16 كله على حساب هذاك. هذا اللي كان كما تشوفوا احنا في الثلاث ولايات الخيرات تنوريوها لحبابنا هنا في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. بشحال تباعوا الفخاخ؟ 35 درهم جملة. شحال؟ 35. وتاني كله وشحال بها الله كله وشحال بها